في التطورات طبعا نبدأ بها، قتل جندي مصري على يد الجيش الإسرائيلي في تبادل إطلاق النار بين الجانبين على حدود رفح ليأخذ التوتر الجاري حاليا بين مصر وإسرائيل منحنا خطيرا، وذلك في الوقت الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة جديدة في رفح لتضاف إلى المجازر السابقة، وأطلق عليها الناشطون اسم محرقة الخيام بعدما قصف الجيش الإسرائيلي مخيم تل السلطان للاجئين التابع للأونروا والذي يضم 100,000 نازح، وكان الجيش الإسرائيلي صنفه قبل أيام منطقة آمنة ونقل اللاجئين إليه، ثم قصفه بأكثر من 7 صواريخ وقنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل، ما أودى بحياة أكثر من 40 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال. وتأتي محرقة الخيام بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح. من رام الله الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات. أستاذ هاني أهلا بك معنا على قناة المشهد. يعني هذه المجزرة تضاف إلى سابقاتها من المجازر، لكن ما الذي يجعلها مختلفة؟ فيها من الخطورة ما فيها؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. ما يجعل هذه المحرقة المجزرة مختلفا أنها فعلا تأتي بعد يعني قرار محكمة العدل العليا بوقف الحرب على رفح بيومين، وبعد عدة أيام على مطالبة مدعي العام محكمة الجنايات بتقديم مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. فهذه المجزرة تقول للمؤسسات الدولية القانونية الأعلى في العالم بأن إسرائيل لا تكترث بقراراتكم ولا بمطالباتكم، وأنها ماضية في حربها الإجرامية، حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، حتى لو أدى ذلك لارتكاب مجزرة من نوع جديد حتى أبشع من المجازر السابقة، لأنها استهدفت مناطق ادعت القوات الإسرائيلية أنها آمنة، استهدفت خيام، وبعد ذلك قدمت أعذار من خلال إعلانات قيادة الجيش أقبح من ذنب عندما تقول أن الموتى سقطوا جراء الحرائق، وكأن الحرائق أتت من لا شيء، وكأن قصف خيم بقنابل بمثل هذه الشدة وهذه القوة لن تؤدي إلى حرائق. وطبعا ما يعطي هذه المحرقة أهمية أنها أتت بعد يعني إقدام المقاومة الفلسطينية على تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية، وبما في ذلك إطلاق صواريخ بالأمس على تل أبيب، مما يدل على أن ادعاءات قوات الجيش ووزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بأن القوات الاحتلالية استطاعت أن تحقق أهداف كبيرة وأنها قتلت معظم المقاومين وأنها على بعد خطوة من إنجاز مهمتها بتحقيق أهدافها، كل هذه الادعاءات يعني سقطت ليس فقط من خلال كلامنا، ولكن حتى كلام جادي إسكنوت وهو عضو مجلس الحرب شهادة في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست كذب عمليا كل ادعاءات وزير الحرب، وقال أن هناك 21 كتيبة لا تزال تعمل بالمتوسط فما فوق، وأن القضاء على حماس سيحتاج إلى سنوات، وبالتالي دعا إلى وقف الحرب الآن مؤقتا والتوصل إلى هدنة وصفقة تبادل واستئناف الحرب بعد ذلك، لأن إمكانية تحقيق الهدف الإسرائيلي بالقضاء على حماس إمكانية غير موجودة الآن وفعلا تحتاج إلى سنوات من وجهة نظره. هذه الظروف كلها تدل على أن نتنياهو رغم أن الخناق يزداد عليه داخليا وخارجيا، ولكنه لا يستجيب لهذه الضغوط، لا يتعامل معها. يمكن أن أصبح أكثر ذكاء هو وجيشه من خلال وصف المجزرة بالخطأ الكارثي، من خلال إصدار قرار بالتحقيق يعني في المجزرة. هون لما قالوا إنه المستشارة القضائية ومن كان يعني في هذا المنصب منذ 7 أكتوبر ما نطقوا بكلمة إلا اليوم، وقالوا قال إنه بدهم يفتحوا تحقيق. هناك من ربط ذلك بأنه لأنه الآن محرجين أمام العدل الدولية وأرادوا أن يقولوا إن إسرائيل بين مزدوجين دولة قانون وستحقق في سقوط ضحايا. نعم، لأنه كما هو معروف أن محكمة العدل الدولية
ومحكمة الجنايات تتدخلان عندما يعجز القانون المحلي عن القيام بما يتوجب عليه. وأصلا خطورة قيام محكمة العدل العليا ومحكمة الجنايات بما قاموا بها أنها تعترف بأن إسرائيل لا يوجد فيها نظام قضائي مستقل، وإنما القضاء في إسرائيل يخدم السياسة، يخدم الحكومة، وهذا أكثر ما يزعج إسرائيل، لأن إسرائيل دائما كانت تدعي أنها دولة قانونية، دولة ديمقراطية، أنها تتميز عن كل الدول في المنطقة. ما يجري يدل على أنها دولة أسوأ من الدول حتى العالم الثالثية، وأنها تستخدم القانون وحقوق الإنسان للقيام بأعمال منافية للقانون، لارتكاب كل أنواع الجرائم بما فيها حرب الإبادة، بما فيها التطهير العنصري، لأن ما جرى في رفح بالأمس لا يمكن تفسيره إلا من جهة انتقام، وإلا استمرار لسياسة التطهير العرقي وسياسة الإبادة وسياسة التهجير. قوات الاحتلال الماضية بجعل مناطق أوسع وأوسع في قطاع غزة غير قابلة للاستخدام الآدمي، وهذا لكي يجعل الناس يفكرون جديا بالهجرة. إذا كان ذلك غير متاح الآن يمكن أن يصبح متاحا بعد حين، وخاصة عندما يستخدم الرصيف البحري في غير الأغراض التي أعلن أنه أقيم من أجلها، لأنني أعتقد أن أحد أغراض هذا الرصيف هو تهجير الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لهم إلى الهجرة. طبعا لن يهاجر الفلسطينيون، ولكن يمكن أن يهاجر بعضهم، لأن الحياة فعلا جحيم، ولأن غريزة البقاء أقوى من أي غريزة، ولأن الحرب ما يبدو لا تزال مفتوحة، إمكانيات الاتفاق على التهدئة ضعيفة، حتى استئناف المفاوضات الذي قررته حكومة إسرائيل هو لزر الرماد في العيون، بدليل أن المسؤول والمندوب من الجيش عن ملف المفاوضات قال في شهادة أمام الحكومة بأنه في ظل هذه الحكومة لن يكون هناك اتفاق. أيوة. لأنه يدرك أن يعني نتنياهو لا يعطي اللازم للوفد المفاوض الإسرائيلي، وكلنا نشهد المسلسل الطويل العريض الذي يعني قام به يعني نتنياهو، إما لا يرسل الوفد أو يرسله بدون تفويض بالحديث أو يعطيه تفويض محدود أو يوبخه على ما قاله بالمفاوضات، مما أربك الوفد المفاوض وساهم مساهمة رئيسية في عدم توصل المفاوضات إلى اتفاق. وبالتالي لا يجب أن نتفائل كثيرا بالقرار الإسرائيلي بالاستئناف المفاوضات، لأنه محاولة أولا لخداع أهالي المحتجزين والأسرى وخداع العالم كله وسط الضغوط المتزايدة على إسرائيل. طيب الآن يعني ما حصل في رفح أيضا ورقة مهمة لمنظمة التحرير، للسلطة، للقيادة الفلسطينية يعني على نحو عام. هل نرى التحرك الفلسطيني الرسمي على قدر هذه المجزرة الآن؟ يعني حتى هناك بعض الإعلاميين الغربيين على إثر المجزرة اعترفوا، قالوا 7 شهور ونحن نحاول أن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن ما حصل اليوم صعب، صعب جدا الدفاع عنه. يعني كيف يمكن أو ماذا يجب على القيادة الفلسطينية أن تتحرك من أجله وترفع الصوت من أجله بعد هذه المذبحة في رفح؟ أولا يعني لا يوجد للاحتلال حق بالدفاع عن نفسه، هذا ما قررته محكمة العدل الدولية والقوانين المتعارف يعني عليها. ثانيا بكل أسف رغم أن يقوم به السلطة جيد في خاصة في هذا الملف، ولكنه أقل بكثير مما يجب. يعني لا يتم استنفار وتوحيد الجهود ومتابعة الأمر بشكل حثيث ويومي، لأن كما نعرف المحاكم الدولية حتى أعلى المحاكم، محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولي، تخضع لتأثير السياسة يعني، وبالتالي ليس قراراتها نابعة من قيم العدالة وقيم القانون، وإنما تتداخل السياسة مع القانون وتؤثر يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى على قراراتها. وحتى إذا لاحظت يعني القرار الأخير يعني شوي قريب من الموقف الأمريكي بحصر يعني المطالبة بوقف الحرب يعني في رفح، رغم أن كانت الحرب أشد في مناطق أخرى في قطاع غزة، وأن الوقت حان أصلا وتأخر الوقت الذي لم تقدم في محكمة العدل العليا على المطالبة بوقف الحرب برمتها حتى لو لم تستجب إسرائيل.
هذا يحرج إسرائيل ويضعفها ويشجع دول أخرى في العالم لممارسة عقوبات عليها، يعني خاصة الدول الموقعة على اتفاقية حرب الإبادة ستكون محرجة. يعني لاحظنا كيف أن دول صديقة لإسرائيل مثل ألمانيا وفرنسا قالت بأنه أنها ستقوم باعتقال يعني نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه وقام بزيارة يعني ألمانيا وفرنسا، وهذا أمر يؤشر إلى مدى أهمية يعني هذه القرارات، لأن 124 دولة موقعة يعني على يعني الاتفاقية في محكمة الجنايات، وبالتالي سيكون إسرائيل التي هي دولة صغيرة وتحتاج للعلاقات خاصة مع أوروبا، وليس مثلا مثل قادة حماس الذين يمكن أن توجه لهم مذكرة اعتقال، لا يحتاجوا أصلا للسفر وهم يعني اثنين منهم في الأنفاق، وبالتالي إسرائيل ستكون مضطرة وتدفع ثمنا باهظا إذا صدرت هذه المذكرات وتعتبر صدورها فاتحة لصدور مذكرات أخرى، لأنه كيف مثلا لم تصدر مذكرة بحق رئيس الأركان، كيف لم تصدر مذكرة بحق بن كبير وسموتريش الذين بعد حتى القرارات من المحاكم الدولية أطلقوا تصريحات يستحقوا المعاقبة عليها تتعلق بحل السلطة، تتعلق بتوسيع الاستيطان لدرجة أنه مقابل كل دولة فلسطينية دولة تعترف بدولة فلسطينية دعا سموتريش لإقامة استيطان ولم تشمل القرارات موضوع الاستيطان وهو معي دقيقة معي دقيقة واحدة كما لم تشمل الكثير من الأشياء، لم تشمل الاحتلال حتى نفسه، إذن هناك إمكانية لأن تتوسع مذكرات الاعتقال والإدانات من المحاكم الدولية وهذا ما يخيف إسرائيل. طيب بدقيقة واحدة ما قراءتك لما حدث بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين؟ أعتقد أن ما حدث اليوم خطير جدا لأنه يأتي في ظل توتر كبير بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وفي وقت حذرت فيه مصر من مغبة قيام قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح والتقدم على محور فيلادلفيا في مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد وللملحق المقرر في عام 2005 لتنظيم العلاقات على الحدود، وبالتالي هذا أمر يزيد التوتر، وأصلا الرئيس المصري بنفسه حذر من مغبة مثل هذه الإجراءات ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة أننا شفنا الجندي المصري بالأمس وهو يبكي أسرا من مشاهد المحرقة التي نفذتها القوات الإسرائيلية، وهذا الأمر يمكن أن يقود يعني إلى مبادرات من الجيش المصري وهم حتى بعد ذلك من الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات، لأن كل المناشدات والشجب والإدانات لم تجدي مع الحكومة الإسرائيلية، ونحن بحاجة من الدول العربية أولا ومن كل دول العالم ثانيا تتخذ إجراءات للمساءلة للمحاسبة للعقوبات لوقف العلاقات، هذا الذي سيجعل يعني الحكومة الإسرائيلية نفسها وسيجعل الولايات المتحدة بشكل أكبر لتضغط ضغطا جديا على إسرائيل لوقف حرب الإبادة. شكرا لك. وللاستجابة للقرارات الدولية. من رام الله الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات.